مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح. كل سنة وكلكم طيبين، كل سنة وكل المصريين طيبين، وكل العالم يا رب طيب بإذن الله. ده يكون آخر عيد وإحنا في الأجواء الحزينة دي، بإذن الله ده يكون آخر عيد وإحنا مش عارفين ننزل نجيب هدوم عيد، ولا عارفين نحتفل، ولا عارفين نزور قرايبنا. إن شاء الله ربنا يزيل الغمة، وبإذن الله بإذن الله العيد اللي جاي يكون من أحلى الأعياد علينا، عشان هنكون بنفس عددنا، مش هيكون فينا حد ناقص. بلاش حد يزعل ويكتئب إن العيد مش جاي بنفس بهجته. البهجة إن إحنا نفضل بعددنا، يفضل معايا أبويا وأمي وإخواتي وصحابي وقرايبي وجوزي. ده العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وعشان العيد قرب واحنا كستات بنحب نهتم بنفسنا جدا، فقررنا النهاردة ان الحلقة تكون نسائية بحتة. قررنا ان احنا نقول لكم ازاي تهتمي بشعرك وازاي تهتمي ببشرتك. مش معنى ان احنا عندنا حظر ان احنا هنقعد في البيت شكلنا وحش، لا، احنا هنقعد في البيت زي القمر وهنحتفل في بيتنا، بس واحنا عندنا حظر نتفرج على التلفزيون ونتفرج على الحفلات وتمام. كل سنة وانتم طيبين. اسمحوا لي النهاردة اقدم لكم اول حكاية نجاح معايا في البرنامج، لشخصية هتحبوها قوي زي ما انا حبيتها. يعني شخصية خفيفة كده، كل الناس اللي شافوها النهاردة في الاستوديو قعدوا يقولوا لها احنا عارفينك، انت حد معروف، انت حد شفناكي قبل كده. مش عارفة ايه السر بصراحة، ممكن عشان برج العقرب تقريبا، صح؟ احنا بنطفي سحرنا كده على طول، بفضح الدنيا. معانا باشمهندسة هيام خانوم، صح؟ صح كده. الاسم صح قوي. تمام. صح. خبيرة العناية بالشعر والبشرة. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، منوراني. ربنا يخليكي، ده نورك والله. ميرسي. انا لما عرفتك قلت ان انت مهندسه، بعدين قلت ان انت خبيره شعر وبشره. ايوه تمام. ايه ده؟ ليه كده؟ لازم السخن مع الساقع. حد يسيب الهندسه برضو ويروح للشعر والبشره؟ لا، انا ما سبتش الهندسه، يعني الحمد لله انا ستيل يعني بشتغل مهندسه الحمد لله. تمام. والشعر والبشره هو اساسا هوايتي، هوايتي، وانا قدرت ان انا انميها، يعني اقدر اوصل لليفل اسمه ليفل الوحش، يعني تقريبا كده خلاص بقى وصلت محترفين. فخلاص بقى يعني عديتي مرحله ان انت تبقي مبتدئه. لا، انا كمان بدات اخد الكورسز بتاعتي من فتره وبدات اتمرس فيها يعني، فالحمد لله وصلت الليفل. شغاله على نفسك طول الوقت. يعني مش حته ان انا بس مجرد ان انت بتعالجي بشره وشعر وخلاص انت واقفه، لا. أنا بحب دايما أتطلع لحاجات أحسن، لحاجات أعلى. بحب أشوف دول بره شغالة بإيه، الدنيا ماشية إزاي. أنت قلتي لي أنت بتسافري البلاد بره وتروحي تشوفي إيه اللي مناسب، هم بالزبط. بيعملوا زينا ولا لأ، وفي حاجات بتلاقيها زينا وحاجات لأ. بالظبط. فدي أنا في شغلي دي فايداني جدا. تمام. لما جينا برضو كنا بنعمل الإعداد وكنا بنقول إن أنت متخصصة بروتين، فحديت لأ لو سمحتوا انا مش متخصصه بروتين، انا حد بعالج الشعر. بالزبط. صح. ايوه. يعني ايه بتعالجي الشعر؟ ويعني بتعملي بروتين ولا ما بتعمليش؟ طب يعني انا لو عندي مشكله في شعرك وباجي في شعري وباجي اقول لك دلوقتي انا عايزه بروتين وانت بتلاقي فيه مشكله، بتعملي لي ولا بتعالجي لي، ولا الدنيا بتكون ماشيه ازاي؟ بصي كريستينا، انا بدايه الكلاينت اول ما بتكلمني فبحب اعرف الهيستوري بتاع شعرها كله، يعني بحب اعرف هي ابتدت تحط ايه في شعرها من اول ما قالت ايه انا هبتدي اهتم بشعري. تمام. بناء على الهيستوري ده انا بحدد انا هشتغل لها ايه. انا طبعا بشتغل بروتين وبشتغل علاجات شعر. تمام. خلينا في العلاجات بقى دلوقتي. تمام. اوكي. ركز. الترميم او العلاجات الشعر اللي هي متسميه حاليا الترميم دي، انا بحددها اما بشوف الشعر حالته ايه. وفي الغالب يعني بنسبة 90% كل الكلاينتس اللي بتجيلي بسبب يا حرق الشعر نفسه، يعني بسبب مثلا بودرة تفتيح الأصفر، الأصفر بقى والحاجات اللي هي الرصاصي اللي فاتح والحاجات دي كلها بتدمر الشعر. تمام. فالشعراية بتجيلي، عارفة الشعر المأستك، هو اسمه لفظا كده مأستك، بيتمط. فده ملهوش حل، يعني ده ما اقدرش انا اعمله بروتين. ده عملت له بروتين الشعر هيقع وانا بطبقه اصلا. فعلا؟ مش هيستحمل حاجه اصلا، هو مش هيستحمل حتى حراره المكوى، مش هيستحمل ماده اصلا. ده هو خلاص متهالك. هو خلاص متهالك. فده ما ينفعش معاه ابدا ابدا بروتين نهائي. فبتجه لاتجاه الترميم او العلاجات الشعر. ده حتى لو انا هي جايه لك بتقول لك انا عايزه بروتين، لا برفض. ما بالظبط، بقول لها لا، انت شعرك مثلا مش هينفع الا ترميم. يعني كمان قبل ما بتيجي احط ايدي في شعرها لازم مثلا بتقعد لها مثلا حوالي شهرين ثلاثه كده اتابع حالتها.
اه قبل ما احط ايدي في شعرها، لان في شعور، في كلاينتس فعلا جات لي عايزه تعمل ترميم او عايزه تعمل بروتين وعندها مشاكل اوريدي في شعرها، وانا عايزه اجي اعمل بروتين او عايزه اعمل ترميم، عايزه افرده. فبقول لها اكس مش هينفع، لازم الاول قبل ما تجيلي لازم هتقعدي فتره كده تعالجي شعرك من المشاكل اللي هي اوريدي اصلا فيه، عشان يستحمل درجة الحرارة حتى مش بالظبط المادة. عشان يستحمل المادة ودرجة الحرارة عشان تقدر هي تعتني بيه، يعني ما تعملهوش من هنا وتلاقي الشعر بيقع من هنا او بيتقطع ما من احنا هنا. كلنا كرهنا البروتين بسبب الحكاية دي. ما هو بالظبط، هو البروتين للاسف هو اخد صيت مش حلو لعدة اسباب كتيرة جدا، تمام، يعني لو ليه؟ عايزاني اقولها لك اقولها لك. يعني ليه كل الناس بتعمل بروتين او معظم الناس، انا يعني نسبة قليلة اللي انا ممكن انصح الناس يروحوا لهم، اه عشان انا ببقى انا شخصيا بخاف اعمل بروتين. لسه كنت بقول لك قبل الهوا انا لا يمكن حد يلمس شعري يا جماعه، انا بس اللي بوظه. فخد سمعه مش حلوه وكل الناس بقت تقول لا اوعي تعملي، يعني بقينا اي ننصح بعض كمان بالظبط ان اوعي تعملي. بالظبط. طب ليه؟ بصي خلينا صراحه في النقطه ديت، ان احنا بنقول ان الكلاينت بيهمها العامل المادي اول حاجه، ابو 800 جنيه اي شعر. بالظبط، اللي هو بيمشوا مع العروض، بيجروا على العروض. فهي المشكله ان طبعا مش كل المتخصصات بتبقى محترفات، وأمينة. هي ازازه بروتين بتمشي على كل الشعور، فده في حد ذاته كارثه، اللي هيمشي على شعر كلاينت اي غير اللي هيمشي على كلاينت بي، الشعر نفسه بيختلف، الدنيا كلها بتختلف، فانا ما ينفعش ان انا اطبق ازازه بروتين على الشعور دي كلها. يعني انت ممكن النوع نفسه كمان يختلف، يعني مثلا مش لازم نفس الشركه وبتاخدي لا لا كل لا لا منتج الشعر. طبعا، لا لا طبعا انا بشتغل مع كذا شركه كمان، مش يعني مش شركه واحده اللي مش انا حد بشتغل، محتكر. لا طبعا لا طبعا. فده في حد ذاته ده من اول الاسباب اللي بتبهدل الدنيا في موضوع البروتين. طبعا شعرايه تكون ضعيفه بستخدم لها بروتين البي اتش بتاعته عاليه، بتلاقي الشعر ما يستحملش ويقع. هو ايه بي اتش المظبوطه؟ البي اتش اللي هو العامل اللي هو الهيدروجيني اللي هو متخصص لفروه الشعر. طب انهي رقم فده كويس؟ يعني مثلا بصي لما اجي ابص على الازازه ايه الرقم اللي اامن عليه واقول بصي ده هو تمام؟ مش بيبقى دايما مكتوب على الازازه، بس هو بتبقى المتخصصه الخبره. عارفه البي اتش بتاعته. مثلا في انواع من البروتينات، في 3 في 4 في 6 طبعا، يعني كل ما يقل كل ما يكون افضل افضل. طبعا. اه طبعا كل ما هتعلي كل ما السعر هيقل معاكي، كل ما هتكون الماده حاميه على الشعر، فتفرد بسرعه ونفرح بالشكل. بالظبط. تمام، الترميم تمام غير البروتين اه برضو اللي احنا عارفينه ان هي اسمها جلسه ترميم بكذا، وبيروح يعملها اي نوع شعر لاي حاجه. لا ده طلع الموضوع علاجي. بالظبط. يعني ايه الترميم المناسب او لحالات مثلا تساقط الشعر؟ تمام. آه خلينا نقول بس الكاتيجوريز بتاعت الترميم، انواع تمام، الترميم. اوكي. احنا عندنا ترميم اللي هو الترميم العادي اللي هو ممكن اي سيده تعمله في بيتها، اللي هو بيبقى مثلا مجموعه الزيوت الطبيعيه تمام، بتخلطها مثلا مع حمام كريم نوع نظيف برضو، وتروح حاطاه مطبقاه على شعرها وتروح حاطه البرو كاب. ده في البيت؟ ده في البيت، طب ده حلو ده قوي. ترميم عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، وبيتعمل مثلا كل شهر، ده بيعمل وبنصح ايه بيه يعني؟ للشعور اللي هي مثلا العاديه او اللي هي داخله على مرحله جفاف. تمام، ده حلو قوي. ده في البيت مش مكلف ولا اي حاجه ولا خالص اي ولا حاجه خالص، محتاج مطلوب مني منك برو مجهود. كاب وتسيبيه مثلا على شعر مثلا ربع ساعه، في ربع ساعه وخلاص على كده. طب ده حلو بتخلطي خالص. مثلا زيوت، مثلا زيت الزيتون او زيت الارجان اويل مع حمام كريم، بيبقى في انواع طبعا بتبقى مخصصه للشعر، طبيعه الشعر بتاعها سواء عادي او جاف، تمام، وبيتحط على البرو كاب حوالي ربع ساعه، من ربع ساعه لثلث ساعه بس كده. وبس كده. ده الترميم اللي ممكن اي واحده تعمله في البيت. حلو قوي ده. تمام، الترميم بقى اللي هو بيبقى في السنترز كذا كاتيجوري برضو، عندنا الترميم اللي هو مثلا بالفيلر او الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي بتبقى سبيشاليز في حته التساقط، يعني بتبقى متخصصه في حته التساقط. أول مرة أسمع اه الحكاية دي الخلايا الجذعيه النباتيه، عشان بس طبعا الناس هتختلط عليها الامر وتقول لي خلايا جذعيه ده مني أنا؟ من اني تاخديها انا إزاي؟ ازاي. ايوه بالظبط، فهو الموضوع بيتم نباتي تمام. فهي حلو. الخلايا الجذعيه النباتيه دي بتبقى جلسه عادي على البارد من غير تدخل خالص، البيبيليس البيبيليس. خالص من غير خا خالص. هي الخلايا الجذعيه بتبقى فايل كده بيتحط في ميه مقطره وبيتطبق على الشعر، بيتساب مثلا من حوالي من ساعه لثلاث ساعات، وبعد كده بنغسل الشعر عادي بشامبو والكونديشنر فري صودي. بس دي جلسه عاديه جدا على البارد ما فيهاش اي حاجه، مجرد بس ان هي بتطري الشعر، لو في طب ده نسبه حلو ده. تساقط بتقل. يعني مثلا الجلسه دي انا ممكن اعملها مثلا مره كل 3 اسابيع، معدل التساقط هيقل اكيد شور معايا. ايا كان سببه. في اسباب احنا مش هينفع نعديها، زي مثلا الصلع الوراثي، زي مثلا الثعلبه، الحاجات دي اللي هي عايزه دكتور بالظبط، من الاخر. هي الحاجات اللي هي حاجه هتطلع اه حاجه جلدي، عشان جوه انما الجسم. انا بتكلم على التساقط العرضي.
العرضي اللي هو مثلا تساقط مثلا بسبب انت اهملتي في شعرك شويه فبيسقط كتير. لو هنيجي بقى للتساقط المرضي او انا هدخل في الحته دي هقول لك ليه كذا سبب. انت عندك كمان حته لو انت عندك انيميا، لو انت عندك مشاكل صحيه غده بالظبط، لخبطه هرمونات، قله نوم، رضاعه، حمل، كل ده بيأثر على طبعا شعري. على التساقط. ففي حاجات من دي انا برضو الجلسات الترميم العاديه مش هتعمل لها حاجه، لان لازم دي اعالج حاجه السبب اللي جوه هتعالجي الاول. من جوه الاول قبل ما تعالجي خارجيا. انما الترميم العادي اللي انا بقول لك عليه دوت اللي هو بيبقى التساقط العرضي العادي، حلو قوي، اتعرض مثلا لحراره، استشوار كتير وبيبيليس وحوارات، اساسي. فالدنيا باظت، فهضطر ان انا ادي بس ايه كده ريفرش بس للشعر. تمام. الهيشان، التقصيف، يعني في بنات مشكلتها الوحيده ان شعرها هيش، مش عارفه تعمل فيه ايه، فمش عارفه تلمه، فمش عارفه تقعد بيه. ده بيبقى ليه برضو جلسات ترميم مختلفه؟ بالظبط، بتبقى يعني شبهها بس بتبقى ايه بقى من مواد ترميميه. ببعد بقى شويه عن الخلايا الجذعيه والفيلر، بدخل بقى في مواد اللي هي الترطيبيه، الهيشان والتقصف، ان الشعرايه اساسا نشفت، ما فيهاش حيويه، ماتت يعني اوريدي، تكاد تكون ماتت، فانت تمام. بتعدلها الهيكله بتاعتها من جديد. وده بيحصل مثلا من كام جلسة؟ لا دي بتلاقيها من اول جلسه، يعني وانا طالعة من عندك من انا اول شعري جلسه. ظبط؟ شعرك حتى لو انت اوريدي مش عايزه تفرديه ولا عايزه تخليه الشكل اللي هو الليس او الشكل الناتشرال، لا بتلاقي الهيشان التقصف اولموست تقريبا راح. حلو قوي. من الحاجات اللي اتصدمت فيها قبل الهوا ان هي بتقولي ان الليزر بيعالج الشعر، فقلت لها لا لا لا، الليزر بيشيل الشعر. قالت لي لا، احنا بقى بنستخدمه استخدام تاني خالص. ايه بالظبط. الحكاية دي؟ هو مش بيشيل بس؟ لا هو بيشيل وبيعالج، يعني بصي هو ايه ليفل يعني. طبعا الليزر لإزالة الشعر هو طبعا بتوصلي لدرجة معينة من الليزر فهو بيموت لك البصيلة، ده احنا مش يعني بنوصل. نقولها بالبلدي زي السخونية. ايوه مثلا حاجة كده يعني، بتفضلي تعلي 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 لغاية ما تموتي البصيلة، تمام، او تكاد تمام تكون تضمر يعني. تمام الليزر اللي هو السيشنز بتاعت الليزر، لا هي بتوصل لمرحله يعني قبل من كده بكتير، هي بس مجرد عشان تحفز لي فروه الراس وتنشط الدوره الدمويه، يعني تمام بتشتغل على الفروه كده حاجه، بصي كانها مثلا جهاز كده كانك بتمشطي الشعر بيه. ده بيستخدم في الصلع الوراثي مثلا؟ لا ملهوش دعوه بالصلع الوراثي، الصلع الوراثي قصه تانية. الصلع الوراثي انا ممكن ظهر فيه حاجات دلوقتي ميديكال اقدر اعالج بيه، زي مثلا الميزوثيرابي والبلازما والحاجات دي اللي هي الحاجات اللي هي متخصصه في الانجكشن. وفعلا بتجيب افكت يعني في حالات طبعا بتتلحق في الاول فبتجيب لك الافكت المطلوب، في وفي الاول؟ حالات بتبقى خلاص يعني يعني ما نجيش وان الشعر خلاص بقت الفروه باينه واقول لك الحقيني، ما لا. بالظبط. يعني في حته معينه اقدر اتدخل واقول لك ممكن نعمل انجكشن، ممكن نعمل فصل بلازما، واقدر احقن لك بلازما واحقن لك ميزوثيرابي. ف بس في حته خلاص خلاص احنا كده، يعني روحي للدكتور او شوفي او عالجي، احنا حتى تمام. الدكتور هيقولها تعيشي، يعني الدكتور حتى هيقولها تعيشي. انما في حالات فعلا صلع وراثي كلاينتس عندي الحمد لله، يعني كان انا اول ما جولي عشان اعمل لهم ترميم او اعمل لهم بروتين، فقلت لهم انت عندك صلع وراثي، هي ما كانتش مدركه يعني، هي فعلا اوريدي ما كانتش يعني هي كست فاكره ان شعرها بيقع، هي فاكره ان شعرها بيقع وان هي الموضوع كده مش عادي يعني. مهتمه بس بيه وخلاص. فقبل ما تيجي عندي يعني راحت وتعالجت وعملت السيشنز بتاعت البلازما والميزوثيرابي، الشعر اتحسن طبعا لغايه اما تيجي لي وانا بقى اعمل العلاج التكميلي بتاعه، بكمل تمام بقى المظهر الكويس، التقصف، الهيشان، الحاجات بقى البسيطه ديت، وبتبقى تمام ماشيه عادي على البروسيدجر زي ما احنا قايلين. انت عندك ناس متخصصه في حكايه بقى البلازما والكلام ده، ايوه دي ناس تمام. متخصصه عشان ده ناس فصل دم ميديكال. وحاجات كده، فدي ناس متخصصه. طيب البروتين تجميلي ولا علاجي؟ هو تكميلي وعلاجي على ازاي؟ حسب بقى انت البروتين اللي انت بتستخدميه، هل بروتين نوع كويس ولا وحش؟ تمام تمام. هيفرق. او هيفرق جدا، ما هو ده اللي انا قلت لك، ان احنا الناس بقى بتبص على السبب المادي فهي بتجري عليه على اللي هو الأرخص، العرض، الارخص. لوفر. فاكيد انا طبعا اللي هو الرخيص ده اكيد مش هستعمل بروتين عالي، هستعمل حاجه 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 هبله يعني، فطبعا يعني هتبقى الموضوع صعب يعني. فالموضوع خلاص هم وصلوا لمرحله ان انت اذيتي شعرك بايدك، يعني انت وصلتي لمرحله مش انت اكتر حالات الحروق اللي بتجيلك من البروتين معموله غلط من ولسببها؟ البروتين ومن البليجينج باودر، بودره التفتيح.
وسحب اللون والجو. اه اللي هو سحب اللون. تمام، دول اكتر كارثتين بتجيلي يعني. يعني بيبقى تمام. الشعر انا مش قادره يعني تمسكي شعرايه من هنا لهنا، بيبقى صور الدنيا صعبه. الشعر اه ده هنا بعد، مبهر يا جماعه. ده كده بعد. اه انا شعري ناعم وحلو اهو جميل، بس انا محتاجاه مفروض على طول، ده اعمله بروتين ولا اعمله ترميم ولا لا اعمل ايه؟ الشعر الحلو يعني شعرك كده حلو تمام تمام، شعرك يعتبر من العادي يعني ما فيهوش كسرات، بالظبط. فمجرد بس جلسات الترميم العاديه اللي انت حتى ممكن تعمليها في البيت، او تعملي سيشنز اللي هي العاديه اللي زي ما بقول لك جلسه ترميم اللي هي الفيلر او الخلايا الجذعيه، بس مجرد ترطب وتهدي مثلا هيشان او تقصف، عشان طبعا اكيد انت بتعرضي الحراره كتير. اكيد بالظبط. اه كل اسبوع او كل يومين بالظبط، فهي دي بس المناسبه ليكي، انما طبعا بروتين يعني دي امان على فكره ايوه دي حقيقه، لا يعني، ما ده ينفعش. يعني مفيش حد بيقول لي كده، تقول لي لا معروف البروتين يعني. انا مره كنت بعمل شعري وراح جه البيوتي سنتر قال لي بصي احنا هنسحب لون ونعمل وشعرك هيتدمر، قلت له بعدين، قال لي بروتين بعدها على طول شعرك هيرجع زي الاول. بس كده ايوه صح. بس هو طلع ان كل ده مش حقيقي، والعكس البروتين كان هيوقعه لي. ما بالظبط، لان البروتين اصلا اوريدي هو البروتين هو اصلا مكون من مكونات الشعر، فهو المفروض ان هو بيعالج يعني، هو اصلا انت معمول عشان بتديله. يعالج ما اساسا. بالظبط، ما هو اساسا مكون من مكونات الشعر يعني، فاهمه؟ زي البوتوكس مثلا، البوتوكس كانت الناس كلها فاكره ان هو ايه، بيستخدم مثلا حاجات البشره، بالظبط الشد، بالظبط. النفخ، اللي مش الحاجات دي يعني. لا البوتوكس يا جماعه كمان بيتحط في العلاج بتاع الشعر، لان البوتوكس هو مسؤول عن الغدد العرقيه بتاعت الفروه. انت عارفه كده ان هو لا بيأخر الغدد تكلمنا. العرقيه ان هي تفرز العرق. انت عارفه العرق ده كارثه، ان انت مثلا تسيبي فروتك دي تعرق وتسيبيها على الشعر حتى لو انت مش عامله بروتين او عامله ترميم، ده فعلا. غلط طبعا، لان دي املاح، فهي اه بتاكل في بتسد الشعرايه، المسام بتاكل في كمان البصيله، فعلا. فتلاقي البصيله عندك ضعفت وبقيه الشعرايه الويت هو الوزن بتاع الشعرايه هو تلاقي شعرايه وقعت. بجد؟ لا حلو. انت بتقولي معلومات يا جماعه انتوا مش فاهمين، بجد انت بتقولي هندسه يا معلومات انا جماعه. حقيقي اول مره بجد اسمعها يعني. بس انا قعدت مع ناس كتير جدا متخصصين، انا اول مره في حياتي اسمع المعلومات دي. طيب بما ان كده بقى استغلك، انا ينفع اجي دلوقتي اخبط على باب البيوتي سنتر واقول لك لو سمحتي اعملي لي بروتين على طول، ولا في خطوات لازم انا اكون عاملاها في بيتي قبل ما اجي؟ قبل ما بتجيلي الكلاينت هي بتتابع معايا الاول، زي ما بقول لك انا بعرف الهيستوري بتاعها. طيب انت مثلا حد متمرس وحد عارف يعني، وحد اوريدي بيعمل بروتين على فترات، المفروض ان انت قبل ما بتجيلي وخلاص اخدتي القرار بتاعك ان انت هتعملي بروتين، طبعا بتوقف زيوت وتوقف كريمات، الحاجات بقى اللي هي الاويلي دي بتوقفها مثلا قبلها مثلا من 3 اسابيع لشهر. اه طبعا ده لازم، عشان طبعا ان انا مش اطلع. ليلتها بس يعني. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، لان طبعا بيبقى الشعر مشبع بالزيت، فان انا احط ماده او حتى مثلا لو انا غسلته بالكلاريفاينج شامبو مش هيقدر مش ان هو يعمل لي ديب كليننج بالبلدي كده. للدرجه اه يعني يعني. مش بالظبط، هيلقط. هتبقى الشعرايه اوريدي محتفظه بالزيوت بتاعتها، ده غير الزيوت بتاعت الفرو، اصلا اه فاختراق الشعرايه ده بيبقى صعب عليا كمان. تمام. تمام، بتبقي يعني موقفه طبعا زيوت وكريمات من 3 اسابيع لشهر، تمام بتستخدمي طبعا الشامبو بتاعك ومسموح لك طبعا حمام كريم لغايه اما بتجيلي. لازم بتبقى عارفه ان هي مجرد اما بتجيلي مش ان هي هتعمل شعرها وتطلع من البيوتي سنتر تعمل اللي هي عايزاه، لا طبعا، في رولز كده بتمشي عليها قبل ما تطلع من باب السنتر عندي، ولا 1 2 واكتبهم لها وشويه وحمضيها عليهم وخلي عشان ما بالك. تجيش تقولي انا اللي بوظته. بالظبط بصي احنا بنحب بتمشي قوي الحاجه تعمل واحنا ما نعملش حاجه يعني، انا بالظبط، اجي بايظ تظبطه لي واروح واروح بقى اعمل اللي انا وابوظ تاني عايزاه. بقى. بالظبط، وانزل بقى بسين وانزل بحر طب وانزل هو البسين، بسين ماله؟ بس ما جميل اهو. ما هو البسين والبحر، ما دي كارثه، البسين ميه بكلور والبحر ملح، فاذا كنت بقول لك العرق بتاع الفروه اه بيبوظ صح الشعر، بتبوظ الشعر. فتخيلي بقى الحاجتين دول هيعملوا ايه. طب ازاي بقى بصي احافظ؟ البروسيدور اللي انا اللي هي بعد ما بتعمل عندي بروتين او ترميم، اقول لها رقم 1 بتستخدمي افتر كير كويس، اللي هي الشامبو والكونديشنر والهير ماسك والسيرم طبعا. تمسك الشعر ده صعب جدا. اه ده شعر صعب جدا ان بنت كان تقدر مسحوب. تتعايش معاه بصراحة. بيبقى الدنيا صعبه خالص. تمام نرجع تاني للحاجات اللي بعد. بتستخدم افتر كير كويسه جدا، الشامبو والكونديشنر والهير انتي ماسك بتنصحيها والسيرم. بحاجات معينة ولا بصي على بتسيبيها؟ حسب ميزانيتها يعني، انا مش هقول لها مثلا تجيب حاجات بالافات، في حين هي تكون مثلا عامله باكج الباكج كده كله على معروف. بعضه. اه يعني فانا بمبلغ برضو قليل. ما بتحاملش عليها، ومعظم الحاجات اللي انا بكتبها لها ميديكال، ما بكتب لهاش حاجات تجميليه يعني، طبية. بخليها تجيبها من الصيدليه. تمام. تمام، اه مش عندي لا مش عندي اوفر بصي انا كمان فادهولك. بتبقى في اضيق الحدود بقى، مثلا لما حد بيقول لي مثلا طب انا عايزه اجيب افتر كير من عندك، فبرشح لها الافتر كير اللي عندي. تمام غير كده انا بفضل طبعا الجزء الميديكال لان هو ده بيبقى الاضمن.
تمام. تمام. طبعا التنشيف الشعر 100% بعد الغسل، بعد غسيل الشعر، يعني مثلا بتاخدي الشاور مره ان شاء الله بتستحمي كل يوم، لازم تنشفي شعرك 100%. دراير، دراير يعني هو دافي، مش لازم هو سخن، لازم الشعرايه تكون ناشفه بنسبه 100%. طب ده ليه؟ اولا انت بتخفي الويت بتاع الشعرايه على البصيله. لاحظي ان انت لو عامله بروتين او عامله ترميم، هو اخد وزن فوق وزنه، بالظبط، فالبصيله عندك مش هتستحمل الوزن ده، هتقع. لازم انت تعملي لها ريفرش كده وتنطري الميه من عليها. حلو ده. عشان ده لينا كلنا يعني، مش لازم ده نعمل حتى لو انت مش بروتين، عامله. احنا ما بنعملش كده لا، خالص، هو ده بنقعد غلط. نسرحه بقى ونسرح وهو مبلول، عشان ونحط يبقى طري فيقع نصه. ونحط بقى الكريمات عشان نعرف يتسلك يعني. تبقى تمام. ايه تاني من الحاجات اللي بعد؟ دي يعني دي نقطة ان انا استشعر الشعر، دي اهم نقطة عندي، اول مرة اسمعها دي حقيقي. مهمة جدا، مهمة جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي انا بنصح بيها لو هي اوريدي عندها مشاكل في الشعر، يعني عندها مثلا مشاكل تساقط، او عندها مثلا انيميا، او عندها اي حاجة يعني داخلية، في جسمها بقى. برشح لها طبعا فيتامينز، يعني بقول لها مثلا لازم تدخلي حديد، لازم تدخلي كالسيوم، لازم تدخلي اوميجا 3، فوليك اسيد، الحاجات دي اساسا مهمة للشعر والبشرة. المفروض اي ست اصلا تاخدها بالظبط. المفروض، بس احنا ما بنعملش كده. دي حقيقة فعلا يعني. وكمان بقى يعني فوق الثلاثينات ده حاجة المفروض بنبدأ. أساسية تبقى في اليوم. دي حقيقة، لأن من بعد الثلاثينات انت كمان الدنيا عندك خلاص، كل حاجة بتبدأ ايه، بتنهار بعد العشرينات، بالظبط. كل حاجة بتنهار. تمام. فدي مهمة جدا يعني، حتى لو هي ماشية على أدوية انيميا او كده بتنتظم عليها حتى بعد التريتمنت، ما بتوقفهاش. ده مهم. مهم جدا، بيفرق بجد. طبعا طبعا. بصي، في حالات الحمد لله عندي بتجيلي الجذور اللي بتطلع للشعر بتبقى متحسنه بنسبه مثلا 90%. ده من العلاج. من العلاج والبروسيدور اللي هي ماشيه عليه. تمام. يعني هي ماشيه زي ما بيقول الكتاب بالظبط، فالبذور الجذور بتطلع مظبوطه حلوه، يعني احسن من احسن الشعر. من الشعر يعني الاساسي. شفتي مثلا لو شفتي الشعر المحروق اللي احنا شفناه من شويه، اما تيجي تعيدي الجذور مثلا بعد 6 شهور او 9 شهور، بتلاقي الجذور طالعه كويسه. يعني في فيديوز انا كنت حطاها لكم، احنا تقريبا عرضنا كل الفيديوز، نرجعها فيها تاني يا جماعه. فيها جذور الشعر بعد مرور سنه متحسنه. متحسنه طبعا، متحسنه لاصل الشعر. يعني اصل شعرها كان ايه، قد كده، كان مش هترجع ناعمه خالص. يعني دي الطريقه، دي هنا كانت الطريقه. هو انا ينفع اشتري منك البروتين واروح اعمله عادي؟ ما ينفعش. ليه؟ لان تطبيقه لازم حد متخصص هو يقدر يطبقه لك، ده مهم جدا. هتفرق في ايه بقى؟ هتفرق طبعا. البي بي ليس اللي احنا بنستخدمها دي محترفين. انت ما تقدريش تعرفي الشعرايه هي كده خلاص الماده دخلت جواها ولا لا. تمام. فانت انت هتكنك بتعملي بي بي ليس عادي، لان ده غلط. انا هعمله على درجه الحراره العاديه اللي انا بعمل عليها. لا، وبعمل. ما ينفعش، لان انا طبعا انا ايدي بتحس بالشعرايه، الشعرايه خلاص كده اتظبطت عليها الماده ولا لا. حلو جدا. فهماني؟ لان الماده بتدخل جوه الشعرايه بعدد كبسات معين، يعني عدد كبسات للمكوى معين. تمام. بس فدي حاجه مهمه جدا، يعني صعبه قوي ان انت تطبقيه في البيت، صعبه جدا، لازم حد متخصص هو اللي يعمله. هو انا لو جبت نوع بروتين كويس وطبقته غلط يضر لي شعري؟ طبعا. طبعا. التطبيق، احنا ليه بقى بنقول ليه ما حدش يروح عند حد يعني، مش الكوافير اللي جنب البيت. ايوه، الكوافير اللي جنب مش يا جماعه، حتى لو اخد يعني بروتين نظيف وطبقه غلط انت ما عملتش حاجه. هو كل بروتين ليه طريقه تطبيق مختلفه؟ طبعا، في بروتينات طبعا طريقه التطبيق بتاعتها بتختلف طبعا، يعني مش كله زي بعضه. مش هي يعني، احنا خلاص عارفين ان هو بيتحط وبعدين مش عارفه يتعمل بيبي ليس وتاني يوم نروح نعمل بيبي ليس تاني؟ ما فيش الكلام ده خالص. الكلام البروتين ده لا، ما فيش حاجه خالص ان هو بيتساب على الشعر يومين. ده بجد؟ ما والله ما بتحصلش. لا طبعا، البروتين في يومها، ما ينفعش الماده تبات على الشعر، ما ينفعش ابدا. يبقى عشان كده الشعور دي كانت بتتدمر. تمام. طيب الاطفال، هو ده امن على الاطفال؟ يعني الحمد لله انا الاطفال بشتغل عليهم من 5 سنين. من 5 سنين؟ من 5 سنين، وبشتغل على الحوامل برضه يعني، برضه هتعملي لي من اول الشهر الخامس وطوالة. من اول الشهر الخامس وطوالة. بصي، طالما انت واثقه في الماده بتاعتك فالحمد لله، يعني ما تقلقيش من حاجه. انا في طفلتين اختين، يعني يا رب يكونوا بيتفرجوا عليا دلوقتي، هم اكيد هيبقوا عارفين نفسيهم. بنوته يعني الاثنين عملت لهم ترميم، وواحده منهم لما جيت اعيد لاختها الجذور قلت لها لا انت شعرك مش محتاج خلاص،
مش هعمل ايه؟ البذور كأنها خلاص بقت ناتشرال، بقت ماشيه خلاص عامله ظبطت بالانس مع بقيه الشعر، ده عشان ماشيه على روتين مظبوط بعد على البروتين. روتين مظبوط بالظبط. فالجذور طالعه كويسه جدا، مش محتاجه ابدا ان هي، مش محتاجه ان هي تعمل ترميم تاني. تمام، احنا بنقول 5 سنين بس عشان البنوته تقدر تقعد، عشان هي كانت بتشتكي لي قبل الهوا تقول لي انا كنت لسه بعمل لبنوته 3 سنين وهي بتتحرك كتير، فطبعا هتتلسع فالموضوع مش بالظبط. هيبقى فكان لطيف. الموضوع هي مش حته تتلسع، انا اقدر اتحكم فيها بس هي تقعد، يعني صعب ان هي بنوته في السن صغنونه ده تقدر. تفهم انها تقعد فتره طويله، لكن هو امن عادي من قبل ال5 سنين، بس ايوه انت طبعا. لا عشان تقدري تتحكمي. بالظبط، انت واثقه في مادتك، انت بتقدري تطبقيها، ما فيش منها قلق. لان انا كمان انا بتابع حالاتي، انا مش مجرد حاله مثلا سنتر وبتمشي، لا انا حالاتي بتابعهم وبتشات معاهم دايما على الماسنجر، ايه صحاب الاخبار، طمنيني وصلتي لايه، ايه الاخبار، فدايما ببقى متابعه معاهم، مش بعمل الزبونه وبمشي على طول، لا ابدا. طيب، هو انا اصلا اعرف منين لو انا رحت اي مركز تاني غيرك ان البروتين ده كويس؟ يعني قولي لي كده نصايح انا كبنوته ابقى عارفه ان المكان ده كويس او لا، لان انت مثلا في محافظه بعيده عني فمش هقدر اجيلك. ايه الحاجات اللي اعرفها او اسال عليها او اشوفها اعرف ان ده امان تمام انا ممكن اعمل شعري هنا؟ بصي يا ستي، انا عامله حاجه كده صغننه في السنتر عندي، انا معلقه ازايز البروتينات الفاضيه عندي على الحيطه، تمام؟ يعني الزبونه تدخل ادخل تشوف شوف لوحه وعاين الشرف. واعمل سيرش. لا لوحه الشرف، لا. وفي زباين الحمد لله، في زباين بتسالني بتقولي مثلا انت هتشغلي لي ماده ايه، بقول تبقى لها كذا فاهمة. وكذا، اقول لها كذا، اقول لها كذا، يعني فهي بقى دور بقى الكلاينت ايه، الكلاينت اللي فاهم بياخد اسم كذا وبيعمل سيرش عليه على النت، يشوف الريفيوز عليه، لو قدر يوصل للشركه يعرف شكل الماده ايه، يعرف شكل الازازه ايه، تمام؟ تمام، فهي ما هتيجي انا بحط من الازازه قدامها، يعني حلو ما ده، فيش حته ان انا يعني اداري، مش ورا الستارة. فيش الكلام ده خالص، كله على الترابيزه قدامها، فهي اوريدي بتبقى شايفه شكل الازازه ايه، حتى لو الناس يقول لك طب ما ايه اللي ضمن انا ايه اللي محطوط جوه اما يمكن الازازه، انت معبياها. لا هي بتبقى عارفه شكل الماده ايه، بتبقى عارفه ريحتها ايه، في برودكتس كده بيبقى ليها ايه ريحة مميزة. مميزه، تبقى معروفه تمام، بس. فهي خلاص دي أأمن حاجة، ان انت تطمني ان انت المكان ده اللي انت رايحاه مش هيغشك. تمام. الصبغة بسرعة جدا برضو، اعملها قبل البروتين ولا بعد البروتين؟ الالوان اللي بصي، انا كل الالوان قبل البروتين، ده افضل. انا بحب كده وده الافضل. الدرجة مش هتغير؟ لا مش هتغير، في بروتينات ما بتغيرش لون الشعر. يعني في حاجات مخصصة بقى للصبغة. عرفتي ليه ما ينفعش ازازة تمشي على كل الناس؟ ما ينفعش، ولا شركة واحدة، دي ممكن لا تكون شركة وحيدة بالظبط اللي عاملاه بالظبط مثلا. كده. طب ده حلو جدا، يعني انا قبل ما هاجي اعمل البروتين اصبغ اي ده لون. الافضل، ده الافضل، يعني ده الافضل اللي انا كمان بشتغله بايدي، الالوانات كلها اللي انا بعملها في الصبغة بعملها قبل البروتين تمام جدا. بس. تمام، نصيحة سريعة جدا لكل بنت، ازاي ما بوظش شعرها؟ احنا عايزين حلقة لوحدنا دي بقى. بس احنا كلنا شعرنا بايظ، او احنا يمكن في مصر درجة الحرارة وعدم الاهتمام، الطرحة، الحجاب، الحاجات دي كلها مبوظة الشعر. لنا نصيحة كده سريعة نعمل ايه؟ بصي، الترطيب شيء مهم جدا، تمام. الترطيب، ترطيب الشعر مهم جدا. انت مثلا لو انت مش محجبة بتخرجي كتير، حاولي تحطي سيرم يكون خفيف ما يكونش تقيل على الشعر، عشان كمان ما يتفاعلش مع حرارة الشمس، تمام، ويأثر على الشعر ويقصف، تمام. تمام؟ فدي اهم حاجه الترطيب. تاني حاجه ان انت لازم تستخدمي الشامبو والكونديشنر او الهير ماسك بتاعك يكونوا مناسبين لطبيعه شعرك، تمام. ما خدش الحاجات بقى اللي هي بتاعت جميع انواع الشعر، اخد حاجات ايه يعني عارفاها متخصصه دي، في انا بعمل كده. متخصصه لطبيعه شعرك، دي تمام، مهمه جدا. لو انا عندي مشاكل في الشعر اروح لحد متخصص يقدر يظبط لي الدنيا ديت قبل ما ادخل في الكيرف اللي هو يؤديني ان انا بقى الجا بقى للترميم والجا للعلاجات. للبروتين والحاجات دي كلها. شرفتيني ميرسي ونورتيني، ميرسي. واكيد حبيتوها زي ما احنا حبيناها كلنا بره، وحسيتوا ان هي بسيطه ويعني شبهنا. اتمنى ان دي ما تكونش اخر حلقه معانا، أكيد إن شاء وباذن الله. الله ان شاء الله يكون في حلقات تانية كتير، وتقولي لنا على روتين تاني ونعمل ايه تاني، وتعرفينا معلومات اكتر، وتكوني دخلتي كمان عندك في السنتر خدمات اكتر إن شاء الله بإذن الله. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبي، ميرسي. احنا شويه صغيرين وراجعين لكم تاني مع فقره مهمه جدا، استنونا.